الأخلاق صافا ومعوانا على الخلق القويم. وكن بمكارم الأخلاق صابا ومعوانا على الخلق القويم. وكن بمكارم الأخلاق صابا ومعوانا على الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاول ليال أين إن شاء الله تعالى حلقات كني إنو سعدي يا أين إلهي سبحانه وتعالى دراديس يسوسو قدبينيني أين إن شاء الله تعالى قدقلي دونا حلقات دينا عمل جلسات دينا المانتا وحيكو الرمي دونتا هدو الله أود لإنو أقلادو asbaabta iyo sababaha hidaayada iyo hanoonka. Waxaan hore uga soo warannay asbaabaha naxariista Ilaahay lagu helo subxaanahu wa ta'aala iyo asbaabaha barakada lagu helo ayaynu hore uga soo warannay. Waxa walaalayaal maantana aynu gudageli doonaa asbaabta marka hidaayada iyo hanoonka lagu helo ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu qofka inuu waafajiyo هنونك إيه هدايد. ومن أراد من الله عز وجل أن يوفقه للهداية ويأخذ بيده فليأخذ بها من أسباب الهداية. قفك الدون يئن إلهي سبحانه وتعالى وافجيه هدايده أو إلهي سبحانه وتعالى طريق حقا عكت أساره حقا تو أسبابها يودوين كان هراعه طريق يدا يودوين كان إيه أسبابها إيه وصائشة إن قارسينية إلهي سبحانه وتعالى إنو الضريق حقا إن وافتيو إنو إلهي تبت توصني نقوها ذيو أسبابها سان إن شاء الله تعالى أي نقلي دونا كو أسبابها وحاكم دولة للهداية دو مركي دهور مراتب دورة بيلا دا أفر مرتبو هداية العامة إيه هداية الدلالة هداية التوفيق والمعونة إيه هداية إلى الجنة والنار. هداية اللبقى يوضي قودهان وقيب سنتايو هداية الدالة والإرشاد أما هداية البيان إيه هداية التوفيق هداية مركة تسيطانك إيه وحسو شيقستة أوتي إلهي سبحانه وتعالى النبي إن محمد عليه الصلاة والسلام أوسيئة إيه إلهي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هنون إن لا يستصحق الله يسوب ياميو إن وضد عدل ليسو عدائيو إن ضريق يتبت توصن ليسو تلمامو وهداية مركاسي تسيطانك إي عدائنت إي حق حجد إي حق إن ليسو عدائيو هداية اللبادو حويا هداية توفيق أو هداية إلهي با إسكال وافتينت سبحانه وتعالى وواتي النبي أن محمد لغن فيي أو اللي يري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تا اللهم با إسكال سبحانه وتعالى سيدا آوي يدولا ليال إنو إلهي هداية التوفيق دا إن وافتيو و إلهي سبحانه وتعالى هداية ربطا توفيق دا إيه جنن لغو قاريو إيه إلهي سبحانه وتعالى رالي عنشيس لغو هليو أيه إنو أسباب تل لغو قاريو كو رمي دونا إيه دارغي دا الله مريو كو وحاكم دا أسباب تولا ليال هداية إيه هنونك التوحيد إلهي سبحانه وتعالى أولا وحيدو إلهي أولا كلي يولو عبادة دا أسمادي سي صفات كي سبا إن الله سبحانه وتعالى ما دام واحد يهي الله وألها كلية يهي كون كان عن عيد لما مولين إساقو أو كتاليو آدو يدا إساقو لي يهي آخرانا إساقو لي يهي عبادة كليقي حق يهي عد كل ما آني ترين ملكي إيا ما ملك بأو كليقي إسكالي يهي ولا ليالوحا مهيمة إن إلهي سبحانه وتعالى لوحيده وما ركتي شيء توحيدك ما ركتي آذي آذ لو قد دالو توحيدك فهو أعظم أسباب الهداية وأسباب تأقوين هداية وسبب تأقوين كم من أسباب تهداية إيهانونك سيدا دردد
أيا إلهي سبحانه وتعالى تلمامي عدة كل حتى التوحيد كا وإلهي سبحانه وتعالى عبادتي سوحلو ذاتيسا إن يددك أسمارك بوادي فق أي لومين الله ظالي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قفك الله أشركي يالا وإلهي عبادتي سوحلو ذاتي وتوحيدك كل يحضق عن بدحية وحاول لومي لوميد آذي آذم فق مركز فالموحد على خير موحدك خير أيو كدل السجن وهو إلى الخير أقرب خير كي سجى مارك تقوله وان شبضا نبي إلهي سبحانه وتعالى بل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلهي سبحانه وتعالى فهذا وعد بالهداية لأهل التوحيد تاسوا يبوه يبلنقاد لو بلنقاضي ددك موحدين تأهل التوحيد كهداية إن إلهي سبحانه وتعالى هنونين يا الله وحولي يا ددك مؤمنين تا أهل الإيمان كا إيه موحدين تا إيه أن إيمان كودا كدهن ظلمي أي شركي أن كده حضرين أو كقوشين أو كدهن الله سبحانه وتعالى وحو تلماما يا كواسي إن إليه النبت قليو الدنيا آخرة با إن إليه يهين نكوة هنون سنيهو أسباب تهداية دا مركا ولا ليالوحا أقوين توحيدك إن قفك إسكا الصحو إسكا هقاتيو أو ماركتي أرنتاس آذي آد برشدي إذا إيو ماركتي هقاتين تيدا أو قفك النقضة موحد قف ألاك لي يلي وحاكم إذا أسباب تهداية ولا ليالأث أن امتثال ما أمر الله به ورسوله واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه إن ألئي الرسول كيسو وحو إلهي وحو إن أمري إيو الرسول كيسو وحي إن أمرين إن لا سمايو أو لا فليو أو لا تنفيذ لغو سمايو أما أوامير تإلهي إيو أمر كالرسول كبلا فليو الله يالو لوهو قانسمو وحا الله وحي ألي رسول كيسو ينودي دي نمركا إن لغتاقو إلهي سبحانه وتعالى والي ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ربي سبحانه وتعالى إن لها يكون كبما ملي الله واحد كا أيها وحولي هاي حدي سمين لهاين وحي اللقوانين يلا أمري حدي يلي لهاين ساسا وخير بدنان لهاي أو أؤد كان لهاي حق سقنان شها إيا الدريق حق عين يكو سقنان أقت يدنا وحي كهلي لهاين بو إلهي سبحانه وتعالى حدي سيدا يلي لهاين أجرا عظيما أي ثوابا عظيما أو جنة أجر أي كهل الهاي ويعني الجنة إلهي سبحانه وتعالى وحليا ولهديناهم صراطا مستقيما تتك توصني تبت توصنا وانكو هنون لهي حافظ ابن كثير وحليا ولو أنهم فعلوا مركو تفسير كآيات ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تثبيتا أي وأشد تصديقا وإذا لآتيناهم من دنا من لدنا أي من دنا أي من عندنا أجرا عظيما يعني الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما إلهي سبحانه وتعالى تبت توصن بكهانوني عد ماركت إلهي كأمر قادته الدريق الرسول كنمرته دريق توصن با إلهي كهانوني سبحانه وتعالى أسبابته إذا يذا وحكم إذا ولا ليال الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا إن إلهي سبحانه وتعالى لو قري اللابتو إنو قفكو إلهي أنقضو إنو حق إلهي أعرارو إنو الدنبيدي إلهي وقتو بكينو و إلهي سبحانه وتعالى دنبدا فويديستو أرماع ساكم إذا أسبابتا مركاسي هداية دا إيا هنونك إلهي سبحانه وتعالى دادك أبلان قادينو هنونك قوة فجيني إلهي باو حلي يقول إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الله سبحانه وتعالى بوحي نوت المامية وحاد ترى هذا النبي محمد إلهي سبحانه وتعالى عدو دون إساق اللومية أو بادية ونهنونية الله سبحانه وتعالى حتكي سيحقي سأيوهنونية يوضد حقا من أناب قفك إلهي سبحانه وتعالى أقري الله بتي أنقضي توبكينا وعجيب إن إلهي أنقضنا أو إلهي أتوبكينا إنتان لين نقابن إنت تفكت ألا فيتاي أيام مهيمة مركز الله سبحانه وتعالى مركل وحليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
آيات داسنا آتي هوري أيي ماركتي لما معناته هو وحاولين إلهي سبحانه وتعالى عدو دونو دورتا عدو دونونا إلهي سبحانه وتعالى عدو توبة نقشد بضان التوبة كانتنا الله هنونية سبحانه وتعالى ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى مركل وحليه والذين اجتنبوا الضاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إلهي سبحانه وتعالى بوحينا ليه ضدك ماركتي موحدين تا إلهي سبحانه وتعالى عبادتك ليالا وكفوا قادة الضاغوت كإني عابدان أن يعبدوها وأنابوا أقري الله أبتو النقض إلى الله على سبحانه وتعالى بشارة أسقناتي ليهين إيه أدومها أبشاري أدومي ومركز لسيت المامي سفوين كلي ليهين وحايل هيرا الذين يستمعون القول وكو هذا الكدقيستة وكيس ونكسن راعة كو يقعبوا إلى هيلي يهداهم الله إلهي سبحانه وتعالى بهنونين هنوني كو سوى كو قرات كفي عن له فالذين اجتنبوا الشرك وانابوا الى الله واستمعوا القول فاتبعوا احسنه هم اهل الهدايه والله تبارك وتعالى يحب التوابين كما في قوله تعالى ان الله يحب التوابين مركا ولا لله سبحانه وتعالى هدو عج على ادنا دو هنون فاذا احبهم هداه فمن تاب واناب الى الله تبارك وتعالى احبه الله ومن احبه الله هداه بهداه صدر هذه القفك الهي تعليها الهي وهنونيا سبحانه وتعالى waxa marka walaalayaal muhiim ah inaan ilaahay u noqono toobada ku dadaalo ila laazimno waxa kamid ah asbaabaha marka hanoonka iyo hidaayada lagu helayo al i'tisamu billahi jalla wa ala ilaan ilaahay kitaabkiisa qabsano ilaahay subhanahu wa ta'ala xarigiisa qabsano kitaabka ilaahay aan ku dadaalo arintaas ka mid ah asbaabaha marka hanoonka iyo hidaayada aan ku helayno allah baa wuxuu leeyahay man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim قفك إلهي سبحانه وتعالى قبصد عسكذا وحرق إلهي قبصد كتاب كيسة يعني محويا إلهي سبحانه وتعالى وحلقوها نني أجدك توصا قال لمرك الوحلي فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ساسا إلهي كورميدتك مؤمنين تا إلهي سبحانه وتعالى رمي كتاب كيسة قبصده او كود نقما او كود تدبرا او فير صدا الهي وحوق لنا يا سبحانه وتعالى نحريستيس ايا الديراد ايا الديق حقي سكاعهاتي وحونا الله كوهانونين ايا جدك توصا والاعتسام بالله يكون بتمسك بحبل الله المتين التمسك بالقرآن العظيم وي الهي سبحانه وتعالى قبس شديس وحوي كتابك الهي سبحانه وتعالى او ماركت اللي قد ديقو وايو كتابكو إساقا ماركت أسبابتا أقوين أسبابها أقوموهين سنة اللغة هنونا يكمدها إساقا كوكلة الماما يحقي يبادلكي إله بالي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله سبحانه وتعالى مركل وحليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله سبحانه وتعالى مرك له حليه وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله سبحانه وتعالى وحليه قفك هنون كاقاتا ملو ما يمنع أيان درنكم مدع يسمنا باديو بيو كتابك هو كتابك هنونك هدى للمتقين هنون بؤية إذاتك متقين تا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إلهي سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آيات بضنبا تلمام يا قرآن كان إنو ماركتي هنون يهي أو وددي هنون كويهي نبينا نوحولي عليه الصلاة والسلام حديث كصحيح مسلم تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله كتاب الله يعني وحو النبي محمد ليه وحان دين كتقي شيء حدا قبسطان أيضا لما اندبدي وكتابك الله سبحانه وتعالى كتابك إلهي مركا إنا كودقنو كوددالو إلهي سبحانه وتعالى كقبغنو أيا مهيم الله إنو قبعين سيان هنون كوهل أسبابا هنون كوحكم دولا يا الدعاء والاجتهاد فيه دعاء دي إنا كوددالو إنا إلهي هنون كويدي سنو وأي الله با هنون كهي ما دام إلهي حيو أو إسوق عدو دونو هلين يعدو دونو وهنونين أيو وحينا لقد بون أحبتي في الله inaan marka isaga weydiisano ilaa isagaan marti uga nahay an ilaahi subhanahu wa ta'ala weydiisano sida nabigeena muhammadiba uu weydiisanay hadiiski marka saxiix muslim min hadiis ibn mas'ud oo laha sahabigaasi nabiga wuxuu oran jiray
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى دعاء سنبي قبضين شري إله وحنكو يدي سنة يا هنون يا دورسوني يا عفاف عبسي يا دورسوني يا غني نمو علي بن أبي الطالب أي النبي قبري عليه الصلاة والسلام اللهم أهديني وسددني سيدا كد عيسو إله وحنوني إنا توسي نبي عليه الصلاة والسلام حسن بن علي أيوب بري أو حسن وحلي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر كلمات بإبرايان راهض قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وحاك الأولى ليال ماركتي نبي صلى الله عليه وسلم إن بدن دعاي سنجري دعوين كماركتي إنو إلهي هنوني إن إشوغو ماركتي الله سبحانه وتعالى هنوني أيها دنا إلهي سبحانه وتعالى كبري إنك وحلينا تقبريا إلهي باوحو ليهي سبحانه يا عبادي حديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم الضومه يقول دمانتين باديباتهن إلا مذان هنوني يمهاني حد بهنوني ويديس تواني دن هنونينا يا ابو الرب ليه سبحانه وتعالى مركا محام كلق بدبون إنا دلاي هنونك ويديسته نبي الله إبراهيم أيا وحلي إلا إن لم يهديني ربي لا أكونن من القوم الضالين هدان إلى هاي هانونين وربي جيجو هانونين دي قوة ضال بلومي بان كم من غنية دعاء المؤمنين وحكم إذا ربنا لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مركا ولا لوحا مهمة إن لقد دالو مركاسي أصبا أن دعاء إن إلهي سبحانه وتعالى هانون لو يديستو سي إلهي سبحانه وتعالى كو هانوني وحاكم إذا أسبابت هداية ضاعة الرسول واتباعه رسولك إلهي إن لأضيعه لنا الراعه طريقي سي أيا كم إذا أسبابت هداية وأي الله سبحانه وتعالى وإن تضيعوه تهتدوا حضاء الدعدان رسولك وهنونيسا وحاكم إذا أسبابها مركا هداية استرجاع عند المصيبة إن إلهي سبحانه وتعالى الله نقضه مركا مصيبة ما ضلنا الصبره وإلهي سبحانه وتعالى الله نقضه ومارك استرجاع لسمية الدعاء دي مارك اللي نوتش دي ليداهو إنا لله وإنا إليه راجعون مارك مصيبة كبوها بسطو أدوك الصبر يوعد كيسانا يو قيكسي يو مارك تي إن لا إيمانا يقدرت إلهي رالي كوا أياد ليدهي الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه ساسا لندها يا مركز وحاولي إلهي سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلهي سبحانه وتعالى ببلن قاضي تدك السدع إلى همرك مصيبة كوهبسته إلهي سبحانه وتعالى وحور إن حريست إلهي به ليان أمان حق إلهي إن حريس إلهي سبحانه وتعالى كوهنون وين هنون سيهن وين هنون سيهن والضريق هنون كأيه هايستان أسبابها اللغو هنون أيها حكم دولة ليا إيه ماركت أسباب الهداية إن ماركت المجاهدة للصمئيو ضاعد إلهي خير كاللغو الددالو أرهن تاسا كم دا ماركت أسباب تهداية دا. على فعل الضاعات وترك المنكرات والصبر على ذلك إلهي بالي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أسباب تهداية دا وحكم دا انشراح الصدر لابتادو إنه واسع نقطه ومارك تاد كد عيستو إنه إلهي لابتكو واسعيو أسباب تمركا لابتا واسعي سي انشراح الصدري قال السمايسة لقا هلو توحيدكو كو كي هاينا إنه تكد داشو إيا إيمانك إيا عملك الصالحة إيا ضاعد إلهي سبحانه وتعالى إيا مارك تاد قناعضة إيا إنه ندى الدنيا دا مارك تاد إسكد بريدون ورول كيدي والبهار كيدا آد إسكي رئيسو الذكري إيا ضاعد إلهي آد بديسو أيا كمدو فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قفك إلهي لدونا إنو هنونيو إلهي لابتسو إسلام نمضو كواسعيا أو لابتسو إلهي لابواسع كردقا وماركتي دقن أو ضمانينا إيا خير كبوحو ماركا ولا ليلتاسا لينو قبهن يهي أسبابتا إيا ماركتي كوكال أبضان أيا ماركتي كمدا أسبابها هداية دا إنا أسان ماركا كسو كوبينا إن أسبابتي هداية دا إيا ماركا هنونكا إلهي سبحانه وتعالى وحا ماركتي أن ويديسنينا إنو إلهي طريق حقا إنو هنونيو اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلهي وحام ويديسنينا إنو إنها نونيو أسبابتانا إن شاء الله تعالى أن كد دالو وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كارم الأخلاق صافا ومعوانا على الخلق
وكن بمكارم الأخلاق صابا ومعوانا على الخلق القويم وكن بمكارم الأخلاق صابا ومعوانا على الخلق